يحصل لك كلام ان حد في فريقك بيتكلم عليك كلام مش كويس من ورا ظهرك، هتروح تواجهه ولا كانك سمعت اي حاجه؟ مش يقدر في فريقي انا هنا في نادي لا التخطير بقى وكده ده مش بقى. لا 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 مستحيل، كلهم بيحبوني. هنقول ماشي، هنقول مثلا حصل هتتصرف ازاي؟ هروح طبعا هروح اتكلم معاه هو. هتروح تواجه؟ طبعا. مش هتتجاهل يعني؟ لا 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 هروح اتكلم معاه طبعا يعني. انت بتتكلم عليا، لو هتتكلم عليا في حاجه تعالى اتكلم في وشي. ما يعني ما مش صح اصلا انك تتكلم في ظهري يعني. فهواجه طبعا، هواجه. مش هسيبه كده. هسيبه كان في ظهري. بصراحه خبيت حاجه على مراتك قبل كده؟ خبيت طبعا، ما في حد بيخبيش حاجه على مراته. خبيت ايه؟ عايزين نعرف خبيت ايه. مش مهم خبيت ولا خبيت. لا ايه لا خبيت بقى؟ ايه لا معرفش بقى اللي يجي في طريقي. يعني عادي، ممكن اي حاجه لو عايز اخبي حاجه ممكن اخبيها مثلا. يعني مثلا ترجع تقولها بعد يعني. بصي هقول لك على حاجه والله، يعني اوقات كتير مثلا بخبيها، اقول اخبي مثلا اكلت ايه، لان انا وهي بنحب الاكل جدا. فمثلا ممكن اكون تاكل اكله بتحبها بحبها، يعني هي بتحبها وانا بحبها، اروح اكلها وما اقولهاش. فاكلت ايه النهارده؟ مسكوت. اي حاجه النهارده؟ ما اكلتش حاجه. اوقات بتكتشف بقى ان انا اكلت الحاجه اللي هي بتحبها دي، فالموضوع بيبقى صعب ساعات. لا بس دي حاجه على فكره يعني المفروض ما تتخباش خالص الصراحه. ما هو غصب عني، ما هي ما بتبقاش معايا. يعني ببقى مثلا في المعسكر وبنجيب اكل مثلا، انا عارف ان الاكل ده بتحبه، فاكلت ايه النهارده؟ ما اكلتش حاجه والله. ده ماكرونيز. يروح مثلا ايه مرات واحد صاحبي مثلا معايا في الفرقه، مهند مثلا او سمير او ناصر، ده كام طلبوا النهارده مش عارف ايه، انت طلبت من غير ما بتعرف منهم. بتعرف. فاليوم ده بيبقى صعب جدا بصراحه. سر محدش يعرفه عنك خالص. هو حد يعني، هو ده بالنسبه لي يعني في البيت عندي، اللي هو مراتي مثلا عدي مثلا بيبقى معايا في العربيه، معايا منديل اقول له ارميه يا حبيبي، ارميه عادي من العربيه. امه بقى لو عرفت الكلام ده الموضوع بالنسبه لنا بيبقى صعب جدا. دي كارثه. فعملوا عملها مثلا مره وهي معانا في العربيه، فتعمل ايه؟ بابي بابي قال لي اعمل كده. قلت له انا يا ابني تعالى لي يا بابي. فده بيني وبين عدي سر يعني، اللي هو ايه يعني ان انت بتقول له ارمي بره بقى. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه.